تتجدد اليوم الإثارة والمتعة على مضمار حلبة البحرين الدولية بانطلاق أولى فعاليات جائزة رولكس الصغير الكبرى للفورمولا 1 2020، والذي سيستمر حتى يوم الأحد 6 ديسمبر الجاري. وستكون الحلبة مجددا محط أنظار العالم خلال 3 أيام قادمة لمتابعة انطلاق الجائزة الكبرى. وتنطلق جائزة رولكس الصغير الكبرى في نسختها 17 باستضافة مملكة البحرين لبطولة العالم للفورمولا والجولة 16 ضمن الموسم للبطولة العالمية 2020، وذلك على المضمار الخارجي البالغ طوله أكثر من 3 كيلومترات، حيث تنطلق السباقات لأول مرة على المضمار الخارجي. هذا ونجحت مملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق جائزة طيران الخليج للفورمولا 1 لعام 2020 في ظل ظروف استثنائية، وهو النجاح الذي كان محط إشادات عالمية كبيرة أثنت على قدرة مملكة البحرين وريادتها في تنظيم الفعاليات الدولية بفضل ما تتمتع به من جاهزية وسمعة طيبة في مجال تنظيم المؤتمرات والبطولات العالمية.